تتوحد ثقافات بلغة واحدة تحت سفح الأهرامات، ويستعد هؤلاء الشباب لترجمة هذه اللغة من خلال إحماءات تساعدهم في سباق الجري الذي يقام للعام الثالث على التوالي. أهم حاجة إن الواحد يسخن واحدة واحدة بالراحة، الاسترتشات لازم يبقى ستريتشنج بعد ما يسخن على طول عشان ما يجيلوش أي مزق وهو بيجري، وإن شاء الله نستمتع بالجو ونتفرج على الهرم وإحنا بنجري يعني. أكثر من 4000 متسابق من مختلف الأعمار يمثلون 71 دولة يتنافسون في أحضان الأهرامات بين أجواء مصر الدافئة. 1300 غير مصريين في 71 دولة مشتركة معنا. المكان مش هنلاقي زيه في العالم خالص، لأنه هو هرم واحد بس في مصر وما له من تعبير يعني، لكن الشكل والمضمون والتنظيم، يعني التنظيم كمان في ابلكيشن والكترونيكس وتشيب وحاجات يعني بقت موجوده دلوقتي في تنظيماتنا. ينقسم الماراثون الى سباقات الجري لمسافات 21 و10 و5 كيلومترات، ويعد احد اهم سباقات الجري في العالم من حيث عدد المشاركين على مستوى احداث السياحه الرياضيه هذا العام. هذه هي المرة الأولى للمشاركة، قمت بالتسجيل ووصلت إلى هنا وسأعود مرات ومرات لأن هذا الحدث تجربة ملهمة لنا. أنا بجري بابني من وأنا حامل، والماراثون اللي فات كان في فبراير 2020، كان عنده 6 شهور جريت بيه، فكان لازم النهاردة أكمل بيه بقى، بس الحمد لله نايم. شعور لا يوصف أن يفوز هؤلاء الشباب بالمراكز الأولى في هذا السباق الذي ينتظرونه بين العام والآخر. شاركت الثالث سنة، السنة دي السنة اللي فاتت برضو خدت أول في الخمسة كيلو نفس السبق، والسنة اللي قبلها لعبت 42 كيلو أخدت تاني، والسنة دي كنت بحلم طبعا أن أنا أخد أول زي كل سنة. يمزج ماراثون الأهرام الرياضي بين السياحة الثقافية والرياضية، فهنا موقع دائما ما يتطلع إلى رؤيته الكثيرون، فما بالك إذا كانوا يمارسون معه الرياضة. يحظى ماراثون الأهرام الرياضي باهتمام محلي ودولي كونه يقام في منطقة الأهرامات التي تعد واحدة من أهم المناطق الأثرية والسياحية على مستوى العالم. كريم شيخ الغد، الجيزة.